ها؟ اعطيلها اعطيلها. ما عليك بسمي. مش هذا ديك الميكا؟ ما عليك بسمي. 6 كيلو ونص. اريد انا جاي انا جاي. وين؟ اش كاين؟ اعطي الناس اسيدي. لا جيد والثمن رخيص. الشكاره كتجيب على حساب 4000 3500 وكاين حوايج اخرى مشغل فخر بحال الشوايات والسبردينات واخر الحوايج اللي كيمشيو مع العيد كنجيبو في المناسبات. كنا مهن موسميه. واه مهن موسميه ما هلا. السلام عليكم. بالنسبه لهاد الحوايج هادو مناسبين في الاثمان كنجيبهم موسميه. بالنسبه لعيد الاضحى والاثمان مناسبه بالنسبه للمسكين بالنسبه للناس كاملين. وعواشر مبروكه كنتمناو هاد الفرحه تدوم لجميع المسلمين والاخوه الكرام بالنسبه لهنايا وفي اي مدينه كانوا. كنتمناو لهم عيد اضحى مناسب والجميع وشكرا. الفاخر كنجيبو بالكثره والمناضه والماء. بالنسبه للحوايج كاع اللي كيحتاجوهم الناس في موسم العيد. بالنسبه للزيتون كاين البرفوق كاين اللوز. هادو كاع مسائل كيحتاجوهم الناس في العيد والاقبال كثير ان شاء الله. وكنتمناو الناس يكونوا عجبهم الحال بالنسبه للاثمان وما نكونوش غليين عليهم. وشكرا وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد بالنسبه للانسان كامل اللي كيتسنتنا في هذه الساعه وشكرا. شحال هذاك المرسوم؟ شحال؟ هذا 10 درهم. 10 درهم كاين شي اقبال على هذا الشيء ولا؟ فوقاش كتباع دائما ولا غير اليامات ديال العيد؟ اليامات العيد. كنا داخله في المهن الموسميه. داخله في المهن الموسميه. شحال شحال الفاخر؟ شحال كدلها؟ شحال كدلها الفاخر؟ درهم درهم شويه لمواس الشواقي الدواء ديال العيد. الدواء ديال العيد واش كاين شي ربح بعدا ولا والو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نهار العيد الكبير كنعاونوا مع البوبريه كنبيعوا الحاجه ديال الميكا ب 60 درهم ديال الطابله ديال الدرهم
وكاين اللي ما عندوش يشري العيد ولا بوبري هكا كتنقص له درهم جوج دراهم وربي كيدير البركه والتقشيره 100 درهم من طرف بالالوان بالزواقات ديال الفرك في الحانوت 100 درهم وكنبيعوا في الارض ما كنخلصوا لا ضريبه في الحوانت لا والو كنبيعوا في الارض كنجيبوا ديك الدراهم الحلاليه كنجيبوا النهار ديالنا ونخدموا على والدي دارموا المناسبه ديال العيد وكنجيب لهم الحوايج مخلطين وكنجيو عند المسجد الرحمن الرحيم عيد مبارك سعيد نتمنى ان يدخل على جميع اصحاب زيو رجالا صغارا وكبارا شبابا اطفالا وجميع سكنه المغرب والعالم العربي وجميع الامه الاسلاميه فنحن بصدد هذه المناسبه الكريمه نتمنى ما في هذه المناسبه الكريمه ويكون الرواج جيدا لوازم العيد نقوم بإحضار جميع اللوازم بأثمنة مناسبة لسكنة زيو هذه الشواية السفافيل من جميع أنواع لوازم العيد الكبير وعيد مبارك لجميع سكنة زيو وشكرا لناظر زيو سيدي ونتمنى لكم المزيد من النجاح وشكرا لسكنة زيو جميعا وإهداء خاص إلى جميع الأصدقاء والأحباب أينما كانوا في جميع البلاد شكرا جزيلا Thank you.